بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. مظاهر الاتباع والابتداع في الحج. الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الكرام حجاج بيت الله الحرام إلى هذه الحلقة الخامسة من برنامجكم مظاهر الاتباع والابتداع في الحج، مع ضيفنا الجليل معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذه الحلقة. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نود أن نستفتح الحديث في هذه الحلقة معكم أحسن الله إليكم بما تبدأ به أعمال الحج، وهو يوم التروية، لنتعرف على هذا اليوم يوم التروية. ما هو يوم التروية ولماذا سمي بهذا الاسم؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي يوم التروية لأن الحجاج كانوا يتروون الماء لحجهم، لأنه لم يكن في ذلك الوقت مياه في منى ومزدلفة وعرفة كما هو الآن بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بجهود هذه الدولة المباركة التي وفرت للحجاج حاجتهم وما يريحهم في أداء مناسكهم، فهم كانوا يتروون الماء للخروج إلى منى في هذا اليوم، فسمي يوم التروية لأجل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. إذن يوم التروية هو اليوم الثامن، اتجه فيه الحجاج إلى منى. لو بينتم أحسن الله إليكم ما هو المشروع في هذا اليوم من أعمال؟ المشروع في هذا اليوم لمن كان متحللا من العمرة أو أراد الحج أنه يحرم في صبيحة هذا اليوم من مكانه، من منزله الذي هو نازل فيه، ثم يذهب إلى منى. وهذا سنة أن يقيم هذا اليوم في منى ويصلي فيه الصلوات الخمس: الظهر والعصر المغرب العشاء الفجر، بقصر الرباعية إلى ركعتين من غير جمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يبيت ليلة التاسع، أن يبيت في منى، وهذا سنة أيضا. وأما من كان قارنا بين الحج والعمرة ولم يتحلل فإنه يخرج بإحرامه الذي أحرم به من الميقات ويتجه إلى منى يوم التروية. وكذلك من كان مفردا بالحج فقط فإنه باق على إحرامه من الميقات، يذهب إلى منى بإحرامه. نعم. وكذلك من نوى الحج في هذا اليوم فإنه يحرم من مكانه، من منزله داخل مكة أو خارجها، ويتجه إلى منى ليقضي هذا اليوم بما ذكرنا. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هناك من يعتقد أن الإحرام يشترط له مكان معين من أراد أن يحرم في اليوم الثامن. ليس له مكان معين، يحرم من منزله، من مكانه الذي هو فيه، من المكان الذي نوى فيه الحج، لا يحرم من مكانه. والصحابة أحرموا من مكانهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم أن يحرموا من مكان معين، ولا أن يذهبوا ويحرموا من المسجد الحرام أو من تحت الميزاب كما يقول بعضهم،
هذا تزيد في العبادة لا أصل له. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يلاحظ أيضا أن هناك من يترك التلبية في هذا اليوم ويعتقد أنها مختصة بالإحرام عند الميقات فقط. التلبية شعار المحرم، شعار المحرم، إذا نوى الإحرام أو استمر في الإحرام من الميقات فإنه يلبي إلى أن يشرع في التحلل من الإحرام. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. في اليوم الثامن هل يلزم الحاج المبيت في منى أم أن له المبيت في مكة أو غيرها؟ ذكرنا هذا، قلنا أن الذهاب إلى منى في صبيحة اليوم الثامن والإقامة فيها إلى فجر يوم عرفة، الصلوات الخمسة في منى، هذه كلها سنن، وفعلها أتم وأوفى، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج عرفة، فما هو هذا اليوم وما فضله؟ عرفة يوم الوقوف في صعيد عرفات، الوقوف بنية الحج وهو محرم، هذا هو يوم عرفة، وهو الركن الأعظم من أركان الحج. الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم من أركان الحج، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، أي الركن أو أعظم أركان الحج هو الوقوف بعرفة، كقوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، مع أن العبادة أنواع كثيرة ولكن أهمها وأعظمها الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم. لو ألقيتم الضوء أثابكم الله على فضل هذا اليوم، عظمته ومكانته، قال صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيستحب للحاج إذا وقف بعرفة أن يشغل وقته بذكر الله عز وجل والتلبية والدعاء، الإكثار من الدعاء والإكثار من هذا الذكر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. خير الدعاء دعاء عرفة، فيدعو ويجتهد في الدعاء لنفسه ولوالديه ولإخوانه المسلمين، خصوصا في هذا الوقت، وقت الفتن، تسلط الأعداء على المسلمين، فإن المسلمين بحاجة إلى الدعاء في خصوصا في هذا اليوم. على الله أن يفرج لهم وينصر الإسلام والمسلمين ويخذل الشرك والمشركين. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وأثابكم. ثمة جملة من الأعمال يقوم بها بعض الناس ظنا منهم بأن هذا يعني عمل صحيح، أو أنه عمل أحيانا مسنون، ممن يتكلف أحيانا صعود الجبل، جبل الرحمة، أو يتمسح به أو بأحجاره، أو يعتقد عياذا بالله نفعها. المقصود الوقوف بعرفة هو أن يكون المسلم موجودا في داخل حدود عرفة في أي مكان منها، ولا يختص الوقوف بموضع معين، لا الجبل ولا غير الجبل، كل عرفة موقف. قال صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا، الرسول وقف عند الجبل عند الصخرات الكبار، وقال وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف. وارفعوا عن بطني عرنة، وعرنة وادي كبير معروف لأنه ليس من عرفة. فإذا وجد الحاج في هذا اليوم في أي مكان من عرفة فقد حصل على الوقوف المطلوب وأدى هذا الركن، ويدعو الله ويستقبل القبلة، ولا يستقبل الجبل كما يفعل بعض الناس يسميه المشاهد، هذا لا أصل له
بل إذا أراد أن يدعو فإنه يستقبل القبلة وهي الكعبة ويدعو الله بما تيسر له وهو في مكانه. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يعمد بعض الحجاج إلى صيام هذا اليوم يعني طلبا للفضل، يظن أن هذا مزيد فضل له وهو حاج، التوجيه لمثل ذلك أحسن الله إليكم. صوم يوم عرفة من أفضل أنواع الصيام، ولكنه لغير الحاج، يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج، وأما الحاج فإنه يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف وهو مفطر، بدليل أن أم الفضل رضي الله عنها لما حصل من الصحابة هل الرسول مفطر، هل وقف مفطرا أو صائما، أخذت أم الفضل رضي الله عنها قدحا من اللبن وذهبت به إليه فأخذه وهو على الراحلة وشرب منه والناس ينظرون إليه ليعلن للناس أن الواقف بعرفة يستحب له الإفطار ليتقوى بذلك على الوقوف وعلى الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أيضا النزول في نمرة قصدا طوال ذلكم اليوم، هل هو مقصود لذاته أو له أصل في ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نزل في أول النهار في نمرة، وهي قرية صغيرة خارج عرفة، وهي من الحرم، نزل فيها أول النهار، فلما حان وقت الظهر رحل إلى وادي عرنة وأمر المؤذن فأذن، ثم أمره فأقام فصلى الظهر ركعتين، ثم أمره فأقام فصلى العصر ركعتين جمعا وقصرا، جمع تقديم ليتفرغ للدعاء في هذا اليوم، ثم رحل من عرنة ووقف بعرفة، فهو صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وصلى بعرنة ووقف بعرفة، هذا هديه صلى الله عليه وسلم، وليس هذا بواجب، فلو جاء ونزل في عرفة ولم يقف ولم ينزل بنمرة وصلى في مكانه أيضا منزله من عرفة ولم يذهب إلى نمرة، كل ذلك والحمد لله مجزي وكافي، والدين يسر ولله الحمد، لا تشدد فيه ومشقة خصوصا في أيام الزحام وشدة الحر. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يصل الحجاج في فرحة غامرة إلى هذا المشعر المبارك، يقفون أحيانا تحت حر الشمس الساعات الأول، فإذا حان وقت صلاة الظهر كان بعضهم في غاية الإجهاد، فما أن تفرغ يعني يفرغ المصلون من الصلاة إلا وقد استلقى واضطجع ونام حتى غروب الشمس ذلك اليوم، فما توجيه معاليكم لاستغلال الأمثل لهذا الموطن ولهذا الموقف؟ المسلم يرفق بنفسه، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يستظل في عرفة تحت ظل غير ملاصق من خيمة ونحوها أو شجرة، ويدعو الله سبحانه ويصلي في مكانه توجها إلى الكعبة، ويأخذ راحته في ذلك ليسر على نفسه، ولأن هذا أنشط على العبادة وأفضل، فإن الدين ولله الحمد دين اليسر والسهولة وليس دين الحرج، فلا يشق المسلم على نفسه بالوقوف في الشمس أو التعرض للشمس أو الذهاب ليصلي مع الإمام في مسجد نمرة، لا يفعل هذا. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وأثابكم.
إلى هنا أيها الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة الخامسة من برنامجكم مظاهر الاتباع والابتداع في الحج. الشكر في ختامها لمعالي الشيخ وللزملاء فريق العمل. هذا يزيد الهريش يترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.